الراديو 90 90 هواها مصري. والزمن يلف بيكي وتلاقي نفسك واقفة قدام فنان زي عادل إمام. أنا يعني كان قلبي بيقعد يدق من الفرحة والخوف. فكرة أول لقاء بينكم؟ طبعا أنا وقفت قدامه يومها وقلت له يعني أنا بحبك حب مش عادي، أنت بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا وبقول الكلام ده من قلبي. قال لي أنا عندي، عمري أنسى رده، قال لي أنا عندي خبرة في الحياة كويس قوي، أقدر أعرف مين بيجاملني ومين بيقول لي كلام من قلبه، وأنا شايف الكلام من قلبك. كنت بحب حب يعني، وما زلت طبعا يعني بحب حب مش عادي. انتي عملتي تركيبة برضو كانت صعبة في مأمون وشركاء، ان فكرة انتي طالعة بالنقاب. مفيش بقى البنوتة اللي بالشعر اللي بالشكل اللي هتاقي. انا حبيت الدور ده وما كنتش مصدقة انه يعني استاذ رامي امام بيديني فرصة زي دي. بصراحة انا قلت لو حتى مشهد هعمله. فكرة ان انا طالعة كمان بنت استاذ عادل امام دي كانت بسطاني جدا جدا جدا. احساس كان غريب. انا كنت بقعد اتفرج عليه هو والفنانه اللبلبه، يعني ببص عليهم هم حماده وتوتو، انت فاهمه وتقعدي وشيرين متزوجون، يعني انت فاهمه بتفرج عليهم حتى في الكواليس وهم قاعدين بيتكلموا بتاع، كان بيبقى جوه قلبي سعاده مش طبيعيه، وليا الفخر ان انا اشتغلت مع الناس.